أنا طبعاً يعني من فريج بن هندي، من المحرق القديمة، وطبعاً هذا الفريج يعني فريج كله تقريباً عوائل من المحرق مرتبطين بالبحر. تربيت في بيتنا الكبير، بيت العود، ويضم مجموعة يعني من العمام اللي عندهم عوائل كالبيوت الأولية، والأم والأبو طبعا موجودين، الأخوان 4 والأخوات 2، يعني هذه المحيط الصغير تقريبا، العائلة الصغيرة اللي أنتمي لها. أما بالنسبة حق العائلة الكبيرة ففي محيط البيت دي كلهم تقريبا أهالينا وأصدقاء الأهالي، وإحنا هذه يعتبر يعني البيت دي النقلة الثانية من بعد بيوتنا في قلالي، قرية قلالي. إحنا مو الأصل من المحرق، لا، الأصل في قلالي وبعدين انتقلنا إلى المحرق، وسمي الفريج باسم الأهالي، فريج بن هندي باسم العائلة. إيه، وهو يقع طبعا يعني كفرجان المحرق الأغلبية على البحر. إيه، ونشأت يعني وسط عائلة كلهم ينتمون ومحبين يعني للبحر والغوص، الغوص على اللؤلؤ. أي، وهذه التجارة امتهنوها من الجد محمد بن راشد بن هندي المناعي، وأخذوها كابر عن كابر إلى أن وصلت إلى الوالد، واستمر الوالد في هذه التجارة. كل سنة تقريبا يعني يجهزون عدد من السفن كوجهاء المحرق وعوائلها، ويتجهون إلى الغوص. يعني عندنا تقريبا ما بين 2 و3 سفن يتجهون إلى الغوص، ويبون هاللآلئ الجميلة اللي تعتبر يعني من أجمل وأندر لآلئ يعني العالم، اللي هو لؤلؤ البحرين بالعموم ومحرق بالذات، خاصة يعني لهيرات. لهيرات هي عبارة مزارع المحار اللي داخليه اللؤلؤة. هل طلعت معهم في رحلات الغوص وانت صغير؟ نعم، طلعت معهم ولا تتذكر؟ أنا في السنوات الأخيرة وأنا صغير يعني الوالد حب أنا يعني بالنسبة لي وبالنسبة حق الأخ صالح حب أن هالمهنة دي ما تنقطع. أي، وأخذنا وياه. إحنا يعني رحلتنا ويا الوالد مو رحلة غوص، نسميها رحلة طواشة. طواشة اللي نشتري اللآلئ من السفن اللي موجودة، بالإضافة إلى السفن اللي ناخذ القماش منها. فطلعنا حوالي 2 أو 3 وشفنا في يعني أماكن الغوص، وشلون الغاصة، شلون السيوب، شلون معيشتهم، وعشنا فترات عظيمة ذي إلى أن انتهى الغوص يعني بخروج طبعا البلد إلى مرحلة البترول والصناعات وكذا، واللؤلؤ الصناعي الياباني أثر كثير. فكانت نهاية مرحلة الغوص على اللؤلؤ. تحتاج شطارة في الشراء نعم؟ الطواشة تحتاج شطارة في الشراء طبعا، يعني
تعلمت من الوالد شلون يعني إيه إيه لا يعني احنا عشنا ويا الغاصة يعني في المنطقة وعلى السفن، لكن يعني ما جربونا لأن يعني ما بيرضون الأهل إن يعني إيه، لأن مثل دخولك إلى غابة وسط الحيوانات المفترسة، البحر كذلك إيه في أشياء صعبة، لكن رجالات المحرق لا يغصون ولا يهابون إيه، لا يعني حتى من الأسماك القرش والأسماك الخطرة لا والله تجرؤون وغصون ويبون المحار وعايشين من أحلى ما يمكن. أنت غيرت الغوص. فكانت يعني أيام يعني صعبة لكن من أجمل ما يمكن، وعلمتنا يعني قصة الأباء والأجداد، قصة هذا الشيء اللي نعتز به وهو لؤلؤ البحرين وخاصة لؤلؤ المحرق. اي والله وهالهيارات الجميلة ذي، ويعني لابد ان احنا نذكر يعني على الهيارات اماكن يعني استخراج الآلة. كانوا بعد عندنا ضيوف يوم من الكويت بسفنهم، لأن لؤلؤ البحرين بعد يمتاز، يجون من قطر، يجون من عمان، يجون من الإمارات، ولا مانع عندنا أبدا أن يعيشون ويانا ويأخذون هاللآلة الجميلة ذي. يعني بلد مفتوحة والبحرين كريمة منذ الأزل، نرحب بالإخوان وعلى الرحب والسعة. فهذه المهنة يعني اللي وأنا صغير بعد، بالإضافة طبعا لو تكلمنا عن الفريج، فريج بعد يعني لنا عادات وتقاليد يعني نحييها، ولنا ألعابنا في الفريج بعد كذلك، والدكاكين والأكلات الشعبية والمناسبات الوطنية كلها نحييها في منطقتنا في الفريج، فريج بن هندي. انت كنت في طفولتك يمكن عاصرت فترة سياسية كانت على البحرين، مرحلة الاستقلال ووجود الاستعمار، وكان ليك مشاهد فيها، ذكرت احد المشاهد في لقاء سابق لو تذكرنا منه شيء. والله يعني احنا بعد يعني الطفرة ذيش يعني عشناها إيه، يعني المد العربي إيه، والبحرين يعني عاشت الفترة ذي كلها، وأنا كنت يعني تقريبا يعني معايش الفترة إيه، وروحنا الوطنية خاصة أهالي المحرق يعني محبين حق العروبة والقومية العربية إيه. كانت مصر بعد يعني هي تقريبا البلد اللي ترعى هالأمور ذي الوطنية إيه، والبحرين يعني عاشت الفترة، وإحنا كنا في المدرسة الثانوية يعني، والوضع دائما مؤثر، والطلبة دائما هم الثرمومتر بالنسبة حق الحالة الوطنية. اي نعم. مين من اصدقاء سعادتك في الطفولة اللي استمر معاك وصولا الى الشباب وتذكره؟ والله صديق المسيرة. اي نعم، يعني الشباب الحي كلهم وما زالوا اي كلهم يعني ربعنا واهلنا وجماعتنا، يعني أخوة إيه وليس يعني أصدقاء، أنا أدخل بيوتهم وهم يدخلون بيتنا إيه يعني عادي، فأسماء كثيرة يعني ما بي أخاف أن أنسى، لكن عاشوا إيه والله فترة، وكوننا بعد صداقات. لما انتقلنا ما كانت الثانوية العامة موجودة في المحرق،
يعني من الهداية انتقلنا إلى المدرسة الثانوية بالقضيبية. هي الثانوية الوحيدة والتوجيه كان فيها، فكانت فرصة لنا نتعرف على مجموعة كبيرة من الأصدقاء من البحرين بالعموم، لأن الثانوية اللي في المنامة تضم كل قرى ومدن البحرين بالعموم يدرسون فيها، فكانت لنا صداقات من أروع ما يمكن، من الرفاع، من المنامة، من جد حفص، من سترة، من كل الأماكن، من الزلاق، كل اللي بيدرس الثانوية والتوجيهي في هذه المدرسة. ففرصة تعرفنا على أخوة أعزاء، وما زالت الروابط موجودة حتى الآن أعتز بها. أيوة. كان وسائل المواصلات كانت صعبة في الفترة دي، صحيح. تروح المدرسة كل يوم. إيه صحيح. كان إيه اللي تروح؟ صحيح. والله كانت يعني وزارة التربية والتعليم يعني في سبيل يعني توفير يعني المواصلات لكل طلبة الثانوية، وفرت لنا باصات، الباصات القديمة ذي اللي كنا نستمتع فيها في الروحة والجية. أي والله الرحلة اليومية، رحلة من أجمل ما يمكن. أي والله كان الموقف الباصات قريب من الفريج. يعني كل باص له منطقة معينة يلم الجماعة ونروح الثانوية، وبعد الانصراف من المدرسة ها يرجعنا يوزعنا على المنطقة اللي هو مسؤول عنها. ما فتك الباص يوم؟ لا 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 اي اي لا لا كنت مواظب جدا. اي والله لا 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 بالعكس، كنت من أوائل المنتظرين للباص لحبي للمدرسة وحبي واشتقائي اشتياقي حق الأخوة يعني الطلبة في الثانوية. مين من المعلمين تتذكرهم حفروا في الذاكرة عندك؟ والله يعني بحرينيين، الأستاذ محمد يوسف تربية بدنية، الأستاذ عبد الملك الحمر الله يرحمه كان المدير المدرسة، الأستاذ جميل الجسي الله يرحمه، يعني مدرسين يعني كثر، ولي يعني مو بس علاقة مدرس، لا يعني أنا كنت من الطلبة المحبين للمدرسين وأنا أحبهم بعد، دائما أنشئ صداقة يعني وياهم، فكانت علاقة طيبة خاصة ويا المدرسين والطلبة كذلك. تذكرت أول واحد كان مدرس التربية البدنية، هل كان في موقف معين مع الأستاذ محمد يوسف؟ لا، بعد عندنا في الهداية كل المدرسين مال التربية، لأن أنا منتبه حق دروس التربية البدنية، أنا حاب هاي الشيء. وكنت من ضمن الفريق الأول لكرة الطائرة، يعني في المحرق الأستاذ الشناب فيصل، الأستاذ عبد الوهاب السيسي الله يرحمه، فالأستاذ محمد يوسف كان في الثانوية، يعني من حبي وعلاقتي وياه كان يعني مرتبط بي بالأدوات الرياضية بتحضيرها قبل الحصة، وأنا دائما منتبه حق أي شيء. لا الحمد لله، أنا بالنسبة حق يعني التفكير في مهنة المستقبل أنا مخططها من فترات بعيدة، لحبي للإذاعة والإعلام. أنا يعني وأنا تقريبا في أول ثانوي ثاني ثانوي كنت أسجل نشرات الأخبار، وعندي الجريد وأقرأ بعد يعني كل المقابلات والأمور،
وكانت لي علاقة حميمة مع أستاذنا والعزيز علينا يعني الله يرحمه الشاعر والإذاعي الكبير فاروق شوشة. اي وكنت متواصل وياه حتى على ايام الدراسه وانا طالب، وكان يجاوبني وانا طرش الاشرطه ويستمع ويقول امشي يعني في هذا الطريق بتوصل. فكنت يعني راسم الطريق من البدايه ان اكون مذيع واعلامي على طول. فكانت الأمور تمشي بالطريقة، دراستي أدبية، وأنا في الثانوية كنت متواصل مع إذاعة البحرين، وكنا احنا بعد يعني كل سنة نعمل مسرحية في المدرسة أي من ممثلين من الطلبة، أي عندنا أستاذ معتز ذي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وهو مدرس بعد عندنا هنا، ويخرج لنا مسرحية الأستاذ علي اللبابيدي كاتب بعد وهو مدرس. فكان الخط واضح بالنسبة لي، علاقتي ويا الإذاعة قبل أتخرج مشارك وياهم في كل التمثيليات والتعليقات وكذا، وتخرجت وعلى طول يعني انضمام إلى إذاعة البحرين. قوة الدفاع تتطلب علاقات عامة وإعلاميين ومذيعين. قال إن شاء الله طيب خاطرك، رأسا أمر بأخذي. بالفعل دخلت الجيش وأرسلت إلى الأردن مع مجموعة من الشباب، وتخرجت من الكلية ورجعت إلى العلاقات العامة في قوة دفاع البحرين. درست في الأردن الدراسة العسكرية. العسكرية يعني نقلة غريبة شوية لا بس هي هو ضروري يعني كل من حتى لو يعني جهازك مدني في قوة الدفاع لابد أن يكون عندك اطلاع أي دراية بهالرجال اللي في الميدان ذلين. لما تكلم عنهم تكلم بواقعية صحيحة، فهذا اللي صار. بعد ذلك ترأست الديوان في قوة الدفاع. كان الانتقال لمرحلة بعد كده في العلاقات العامة. أخذت تقريبا كذا سنة في العلاقات العامة، وأوجدت برنامج يعني قوة دفاع البحرين في إذاعة البحرين أسبوعياً أقدمه، كل ما يتعلق بقوة الدفاع من مساهمات من مشاركات من كل شيء. فمشى يعني هذا البرنامج لسنوات إلى أن طبعاً انتقلت من العلاقات، يعني الجيش بعد يبونك في جهة أخرى، فانتقلت إلى الشؤون، ومن الشؤون استلمت يعني مدير الشؤون الضباط والأفراد فترة طويلة، وعقب انتقلت إلى مدير الديوان، ديوان القيادة العامة، وبالقرب من يعني معالي المشير الشيخ خليفة بن أحمد اللي أكن له وكن لكل ضباط قوة الدفاع، خاصة اللي عشت وياهم تلك الفترة الجميلة، وابو محمد يعني مدرسة من المدارس اللي يعني تعلمت منه كل شيء، بالإضافة إلى معالي وزير الداخلية اللي كان موجود ويان الشيخ راشد بن عبد الله، ونعم الرجل وصديق وأخ وقائد. وتمنيت له أن يكون، وبالفعل الحمد لله ربك استجاب لدعواتنا كلها أن يكون هذا الرجل يعني، وبالفعل استلم
وزارة الداخلية ونعم من استلم. كان لها علاقة خاصة بي أكثر من إيه الشيخ راشد؟ نعم. إيه يعني علاقتي طبعا حميمة. إيه يعني من أيام ما كان قائد للدروع وانتقل إلى القيادة علاقتي، إحنا علاقتنا ترى مو علاقة الجيش بس قوة الدفاع، لا إحنا بن عيال المحرق إحنا، إيه وهذا لين عيال الشيوخ اللي نعتز بهم خاصة في فريق المحرق، إيه تربطنا علاقة لليوم لليوم، حتى الجماعة يقولون شو وياك ويا وزير الداخلية، ما يعرفون شو يربطني ويا وزير الداخلية، تربطني أمور ما يدرون عنها، أي يعني روابط غير العمل غير أي. حتى أنت كان قريب من العمر يعني ما تعرفوا بعض في الشباب من قبل بعد على أيام الطفولة، أيام نادي المحرق وفريق المحرق وعلاقتي ويا حتى ويا المشير يعني القائد العام بعد لا تقل إذا ما تزيد بعد علاقة حميمة. كنت تلتقون في نادي المحرق؟ ها؟ تلتقون في نادي المحرق؟ كل أي نعم. نعم. يعني أنا كنت في نادي المحرق طبعاً ومن ضمن فريق كرة الطائرة والمؤسس بعد أي والله. وطبعا يعني لابد ان يعني فتره ولو انها هي الفتره كلها من البدايه وحتى النهايه انا مع يعني معالي المشير اي خطوه بخطوه من ايام ما كنت ملازم كنت اركان حرب عنده في كتيبه المشاه الى ان وصلنا لا يعني تذكر الشيخ راشد معك في النادي المحرق اي نعم كان يلعب معكم في الطائرة كان يلعب طائرة ها لا يلعب كرة قدم كان غاوي صادق اي بس مو الفريق الاول لا كان شباب توه اي وانقطع من بعد يعني روحت الى الكلية العسكرية ولا كان لاعب اي من اجمل ما يمكن لاعب نظيف يعني مرتب الصداقة بدأت من النادي من هنا ها؟ صداقتكم بدأت من النادي لا احنا بدون النادي احنا عشرة مع بعض اهل المحرق ايه كلهم يعني مع بعض مناسبات مع بعض ايه زواج مع بعض كلها مع بعض فهذه يعني في قوة الدفاع عاد في بعد العشرة دي يعني صدر المرسوم الملكي يعني بتعييني محافظ لمحافظة المحرق وهي النقلة الثالثة يعني الإذاعة قوة الدفاع كمحافظ طبعا احنا ك يعني فرد من قوة الدفاع لبينا النداء خاصة صادر من جلالة الملك الله يحفظه احنا في اي موقع واستلمت محافظة المحرق في 2002 ما حكيتنا على يعني متى تزوجتي في الثلاث مراحل دول هل كان ايام الاذاعة ولا في فترة قوة الدفاع الزواج 73 اي تقريبا في قوة الدفاع بعد ما كنت في رتبة ضابط ولا اي ضابط اي ملازم اول فكرت في الزواج عند المرحله دي اي طبعا خلاص يعني لا بنت العم ما فكرت ما هي قدامي موجوده اي الله يرحمها اي والله يرحم الجميع ان شاء الله اي بنت العم اي والله خلفت يعني ثلاثه ابناء اللي الواحد يعني يعتز بهم عيسى ويوسف وراشد اثنين في قوه الدفاع اي والله اي واحد في وظيفة حكومية في الجمارك حضرت الفترة اللي هي كانت انتقالك لمحافظة المحرق ولا توفت شلون؟ حضرت الفترة بتاعت قرار طبعا اي اي يعني ام العيال لا حضرت توها متوفية الله
إيه تقريبا من يعني سنة وقع الخبر من سنتين نوعية أو شافوه إزاي في البيت يعني؟ لا يعني شوف شيء يصدر من جلالة الملك الله يحفظه ها هذه ما في بعد الواحد يفكر إيه ما في إلا يبارك إيه طبعا يعني ما عينك محافظ إلا أنت يعني ذو كفاءة أي جميلة وأعتقد أن الجميع أكفاء أي فاستلمنا المحافظة إلى يومنا هذا الحمد لله يعني أنا معتز يعني وأسجل هذه الفترة والفترات السابقة يعني فترات الواحد يعني لو أعيد إلى الشباب وتمنى ما أتمنى أكثر مما حققته خدمتي في الإذاعة يعني أشبعت رغبتي واستمريت حتى في قوة الدفاع أنا ما انقطعت عن الإذاعة هي كل برامج قوة الدفاع كل احتفالات لابد أن أكون أنا المذيع فيها أي يعني لو قالولك قدم اليوم برنامج في الإذاعة عن تاريخك زي ما احنا بنسوي الحين توافق؟ وقدمت بعد إيه لا قدمت يعني في مراحل كثيرة يعني جزء من الحياة ولا من فترة من الفترات تكلمت فيها إيه عن الحياة لكن يعني أعتقد أن لكم السبق أن يعني استعرضيتوا إيه ثلاث مراحل مرحلة الإذاعة ما قبل الإذاعة والإذاعة ها وبعديها قوة دفاع البحرين وقوة دفاع البحرين بعد مجزة يعني كوني كضابط في إدارات كذا عقب استلامي مدير شؤون الضباط والأفراد وعقب تعييني مدير ديوان القيادة العامة هذه كلها مراحل يعني الواحد يستانس منها ويستانس من نتم التعيين فيها والمرحلة الثالثة هي مرحلة المحافظ والمحافظ خدمتي يعني ما رحت بعيدانة تحت قيادة الرجل العظيم اللي أنا أعتز به والبحرين بالعموم تعتز به الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة الله أكبر يعني ما بي أنا أظلم أحد يعني من الذين سبقوا كلهم يعني اجتهدوا لكن يعني معالي الشيخ راشد نقل وزارة الداخلية نقلة عظيمة من جميع النواحي يعني الفرد الإنسان والأجهزة الملابس يعني حتى المنظمات الدولية تشكر وتقدر هذا الرجل اللي أوجد هالأنظمة دي اللي تواكب أنظمة يعني حقوق الإنسان و مكافحة المخدرات أشياء كثيرة وعظيمة ها والأحكام البديعة أشياء الواحد ما يتصورها فيعني للتحية أبو عبد الله وأنا طبعا يعني مهما قلت فيه أنا ما بقصر فيه إيه لأنه يستاهل كل خير والبحرين والله إن يعني هذه أبنائها لكن يعني ربحت هذا الرجل باستلام وزارة الداخلية من جميع النواحي رجل بمعنى الكلمة وبقول لك بعد إنه هو قريب من فكر القائد اللي هو جلالة الملك لذلك تمشي يعني الأمور بالشكل الطيب والعظيم.